نروح لإشي كتير مهم ومفروض جزء من حياة كل حد عم بيحضرنا اللي هي الرياضة. خلينا نشوف الكوتش دينا يعقوب شو محضرت لنا. وبرضه قبل لازم أشكر شريهان طبعاً زميلتنا على هذا الفقرة. صباح الخير مشاهدينا، معاكم كوتش دينا. اليوم رح أحكي لكم عن تمارين نشغل فيها عضلات البطن بس من دون ما نستخدم اللي هي الكرنشز بالتمارين. رح نعمل كلياتها تمارين على الأرض تقوي عضلات البطن وبنفس الوقت أنك أنت تحرقي دهون. أهم إشي إنه نكون محميين منيح. التمارين اللي رح أعطيكم إياها ما رح تأثر بغض النظر سواء أنت كنتي بالجيم أو برا الجيم بالبيت، بتقدري تعمليها وين ما كان. تمارين كمان للي عندهم إصابات أو أوجاع ظهر أو أوجاع بالركب ما بتأثر كمان، بالعكس بتساعد على أساس إنها تقوي. أوكي، حنبلش أول إشي طبعاً رح نبلش بورم أب خفيف تحماية عشان ما نتفادى أي إصابات. ممكن نبلش بالتحماية، أهم إشي الكتاف، عضلات الكتاف، عضلات الإيدين، وبعدين ننتقل لعضلات الكور، بعدين الرجلين. أول تمرين رح نعمله من هنا، بس نفتح عضلات إيدينا. تأكدي إنك أنت عم تطلعي نفس وبتاخدي نفس منيح. اوكي، من هنا رح نفتح عضلات الصدر. كمان ثلاثة، 2 and 1. ننتقل لعضلات، نشغل عضلات الكور، نحميهم منيح. من هون رح ننزل، بس تنزلي تحاولي تلمسي صابع رجليكي، ترجع تطلعي سايد اند باك سايد. نتأكد انه احنا عم نطعج الحوض لما ننزل عشان نشغل عضلات الخصر. كمان أربعة، 2 and 4. اوكي، من هنا رح ننزل رجلنا وضعية اللونج، بس رح نفتح نمد رجلنا أكثر عشان أشتغل على عضلات الرجلين من هون الهب فلكسرز. من هون رح أفتح رجلي وأرد أرجع أنزل، أفتح رجلي وأرد أرجع أنزل. خذي نفس فوق، نطلع نفس تحت. نعكس على السايد الثاني. هنعمل 10 على كل جهة. كمان 4. اوكي، هلا رح نبلش بالتمرين بعد ما خلصنا الاحماء. تمارين رح نعملها مدتها دقيقه، بعدين نريح 30 ثانيه، نرجع نعيد دقيقه 30 ثانيه. بالنسبه للمبتدئين او للي بتلاقي انها صعب عليها تقدر تعمل انه بس 30 ثانيه و30 ثانيه راحه ومرتين، مش ضروري انك تعملي 3 مرات. رح نعمل اول تمرين من وضعيه بلانك. بلانك اهم شيء فيه انك انت يكونوا ايديك تحت كتافك، سواء ايديك كاملين او على الكوع تحت كتافك بالضبط. من هنا رح نعمل لمده دقيقه بلانك مع فتحه الرجلين. ممكن اخفف التمرين، انزل واكمل هون. ممكن موديفيكيشن ثاني إني أعمل على الرجلين.
نريحنا نص دقيقة. بعد ما نريح نص دقيقة نرجع كمان لوضعية البلانك، بس هالمرة بدهم يكونوا إيديكي كاملين فول بلانك. رح ترفعي جسمك لفوق ورح ترجعي تنزلي شوي شوي لتحت. تأكدي وانتي عم تنزلي لتحت انه ما ننزل الحوض بهاي الطريقة عشان ما يصير في شد على عضلات الظهر. هون باخذ نفس فوق شوي شوي، بطلع نفس وانا نازله. ممكن تثبتي 5 ثواني فوق ونرجع ننزل تحت. نفس التمرين بلانك، بس رح نعمل فيه كارديو عشان نرفع الهارت ريت. من هنا رح نعمل ماونتن كلايمر. ماونتن كلايمر بتجيبي ركبتك لعند صدرك وبتبدلي. بتقدري تزيدي السرعة انتي وبتقدري تعملي موديفيكيشن واحدة واحدة. ممكن اخلص 30 ثانية برجل واحدة واعكس 30 ثانية بالرجل الثانية. منريح نص دقيقة برضه الظهر. هلا من هون رح تكوني اون فور عشان اخلق التوازن. رح امد رجلي مع ايدي العكس وارفعهم مع بعض وارجع انزل. هون رح نعمل 30 ثانية على كل جهة. وبنريح بنمد الهبس لعند الرجلين عشان الظهر ما يصير يوجع. هلا رح نشتغل على عضلات السايدز الاوبليكس. من هنا رح تاخدي وضعية بلانك على الكوع. رح نرفع نعمل سايد ونعكس سايد تاني. سايد اب. كموديفيكيشن ممكن تنزلي ركبتك على الارض وبتطلعي على السايد التاني. بدي تو ميك شور انه يكون الكوع تحت الكتف بالضبط، ما تكون مقدمه تحت الكتف، وبترفعي من الخصر. برضو دقيقه بنريح 30 ثانيه. بعدين ممكن نعمل بلانك من هون. بلانك عشان اقدر اشغل كل عضلات البطن بدي تاخدي نفس تسحبيه كامل النفس وتحبسيه 3 ثواني بعدين شوي شوي تطلعيه. موديفيكيشن ممكن ننزل على الركب بهاي الطريقة. ممكن عشان أقدر أعمل نفس منيح بدي أحاول أخذ نفس قد ما بقدر، ولما أخذ نفس أنفخ بطني وأنا مطلعة النفس أسحب بطني لجوا قد ما بقدر. أضلني مستمرة بهاي الطريقة 5-6 مرات
شوي شوي مع الوقت يصير عندك البطن أكتر فلات. هيك تمارينا لليوم نكون أنهيناهم كاملين لعضلات البطن. إن شاء الله بنرجع بنشوفكم بالحلقة الثانية. يعني أكيد بدنا نشكر الكوتش دينا يعقوب على هاي التمارين اللي كل حدا فينا بيقدر يعملها بالبيت. اللي ما عنده وقت يروح الجيم بيقدر يعمل هاي التمارين بالبيت بكل سهولة وبكل أريحية. هلا مشاهدينا رح ننتقل لفاصل صغير وراجعين لكم.